جزاكم الله خير يعني اللي اكبر من هذه معروفين عاد 40 الحشد طبعا بصوره عامه ما اريد يعني نثني على جزء معين لكن شهادتنا صراحه يعني مجروحه بكم لان عملنا سوى فسعد اريد نمدح يقول ها من باب العمل سوى قاموا يمدحون الحمد لله فجزاكم الله خير موضوع البعاج جزاك الله خير على وضع المنطقه احنا ان شاء الله هناك لقاء ثاني هم نجيب حاج ابو علي كل الهدف كل الهدف احنا بالعكس احنا جايين خدمه الناس كانت لنا اليوم زيارة إلى قضاء البعاج برفقتنا كان السيد عضو مجلس المحافظة الأستاذ خلف الحديدي وقائم مقام قضاء البعاج والسيد رئيس مجلس قضاء البعاج وأعضاء مجلس قضاء البعاج إلى لواء 40 كتائب الإمام علي والذي كانت لهم بصمة واضحة في قضاء البعاج هم وكل الحشود الشعبية الذي بدأت من أطراف بغداد عمليات التحرير وإلى أن وصلت إلى الحدود العراقية السورية وقامت بتحرير كل الأراضي أقفلت الحدود بالكامل يعني مثل ما تعرفون قبل 5 أيام تطرقنا لعدة مواضيع من هذه المواضيع إعادة النازحين موضوع التدقيق الأمني عودة مديرية شرطة بعاج إلى داخل قضاء البعاج التقينا بالأخ ممثل كتائب الإمام علي اللي هو الحاج كاظم والرجل يعني معروفة سابقا ما هي أخلاقه وما قدم للمنطقة من خدمات هو الحاج أبو علي الكروي المحترم والحاج أبو سجاد وكل ضباط ومنتسبي كتائب الإمام علي تم الاتفاق على عودة نازحي مركز قضاء البعاج وقرى ومجمعات قضاء البعاج يعني خلال مدة إن شاء الله أقصاها 15 يوما بعد إكمال استمارات التدقيق الأمني تم الاتفاق على عودة كل دوائر الدولة وكان للسيد القائم مقام قضاء البعاج دور في هذا الموضوع أيضا يعني وجدنا بصمات فيما يتعلق في الدوائر أو محاولة لإعادة بعض الدوائر مع عودة النازحين إن شاء الله تدرون بالقتال كان مناطق عسكرية حرر المناطق البعاج وأطراف البعاج والمجمعات الصقار وباقي المناطق والحمد لله والشكر طلعنا حاليا إحنا من عتها وسلمناها لكم باتفاق وبتنسيق عمل وإحنا هذا الشيء اللي قدمناه كعسكر راح نقدم كلواء دعم لوجستي كمدني أي شيء تحتاجون إحنا بخدمتكم وأي شيء معرقل راح نقدمه لكم ونسهل الأمور شكو شيء بخصوص النازحين أو بخصوص الدوائر الدولة وبخصوص الدوائر المدنية أي شيء يحتاجوه من الحشد الشعبي ومن كل اللواء 40 راح نقدمه لكم بكل تسهيل يعني حقيقة السيد النائب وصف الأداء لقواتنا الأمنية ولأبنائنا في الحشد الشعبي وما قاموا به بشكل كبير جدا من تضحيات ودماء زكية لتحرير أرض العراق وكرامة العراقيين واليوم الحمد لله تم هذا التحرير وعادة الكرامة وعادة الأرض إن شاء الله ولن يعود داعش إلى الأبد بإذن الله اليوم المهمة التي ستكون على عاتقنا كحكومة محلية في محافظة نينوى أن نشرع حقيقة بالسرعة الممكنة إلى تقديم الخدمات ورصد المبالغ وتقديم الخطط لإعمار قضاء البعاج وكافة الوحدات الإدارية المحررة في محافظة نينوى تسهيلا لعودة النازحين بالسرعة الممكنة ولذلك نحن كأعضاء مجلس محافظة نينوى اليوم نتحمل مسؤولية أيضا تجاه هذا الجهد وهذه الدماء الزكية التي قدمت للعراق أعتقد أنه في المرحلة القادمة سنشرع جميعا قوات أمنية ومواطنين لبناء هذا البلد يدا بيد نحن بعد عودة النازحين أيضا نوصي أهل النازحين في كل مكان بالتعاون بشكل كبير جدا مع جميع الأجهزة الأمنية العراقية الموجودة اليوم لمنع مثل هذه الأفكار المتطرفة أو عودة مثل هذا التنظيم المجرم الذي يعني هتك العرض وآذى كرامة العراقيين وآذى حاضر و ماضي العراق خلينا نقول المستقبل سيكون مستقبل زاهر بإذن الله حقيقة شكر وتقدير باسم كل عشائرنا العربية وباسم كل أهالي محافظة نينوى لكل دم أريق من أجل كرامة العراق من أبناء العراق في القوات المسلحة سواء كان في الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية أو الشرطة المحلية أو أبنائنا في الحشد الشعبي.